راسي موت طفل على رياضة السباحة. أنا ابن النادي وتربيت فيه وترعرعت فيه وعطيت من الكثير ومثلته في جميع المباريات المحلية والوطنية والدولية، وسبق لي أن رفعت رايته داخل وخارج أرض الوطن بدون إمكانيات بدون مقابل وفي الماء البارد كمدرب وكسباح وكمشير في الجنة الرياضية. كتعرف يا أخي السنين الأخيرة من الذي جنى من أغنى الأندية في العالم تتوفر على جميع الصحة المادية والمعنوية. عندهم سباح أولمبي خاص، السباحين تتدربوا يوميا، لكن في بطولة المغرب تيطل المكتب الإداري باش يشري السباحين من الخارج، تيشري 8 ديال السباحين، كل سباح مدولة، وهاد السباحين ما تيجيوش بوحديتهم، تيجي معاهم المدربين ديالهم وتيجي معاهم الآباء والأولياء ديالهم. النادي تيطلب أمور كثيرة، أن بيدي الطيارة ألي روتور ديال 32 واحد، 32 شومبر فلوطية، 32 روبا تضربها في 50 باش يشارك في بطولة المغرب، وتيتسمى أنه دا البطولة، وتيجي السي الكاتب العام ورئيس اللجنة الرياضية وتيهزو الكأس يقولو حنا دينا البطولة بفضل اللجنة الرياضية. أش درت هاد اللجنة الرياضية وزادت هاد الأول هادي؟ فإلا بغينا أننا نشيلو النادي ديالنا من حسن إلى أحسن، أولا يجب على المكتب الإداري أن يعترف بالمدير التقني كمدير تقني، يعطيه الصلاحية اختيار المدربين، ما يفرضش عليه المدربين. كما يجب على المدير التقني أنه يكتب البرنامج للمدربين، يكتب البرنامج للمدربين ويراقبه. كذلك نمشيو للمدرسة ديال السباحة اللي هي الكل في الكل، هي اللي كتعطينا الأبطال وهي اللي كتعطينا الفلوس باش نشيرو النادي ديالنا. فمدرسة السباحة ترزعت بزاف على تقريبا 90% على المداخل اللي كان عندها، وهذا رازع لعدم العناية بهاد المدرسة هادي. هاد المدرسة هادي تيجيبو لها المدربين من والا، أعضاء المكتب اللي عندو شي واحد خو خالو جدو عمو خالتو بنتو ولدو تيجيبو وتيحطو في المدرسة ديال السباحة وتيتعلم الحياة كاملة. لكن الا بغينا نصلحو نكون واحد النادي فمسألة بسيطة، ونستغناو حتى على ديك السباحين اللي من الخارج، نشوفو السباحين اللي في الفئات اللي عندهم الوقت ديال البطولة واللي قرابين البطولة ونجمعوهم ونديرو لهم واحد التدريب، واحد الماكلة خفيفة بعد التدريب ديالهم، باش يمكن المدرب يكتب البرنامج ديالو يجي، ومن بعد واحد العام ولا عامين غادي يكتبوا سباحة محليين، فهمتي، غادي يستغناو على صحاب الفريق. لكن بصرف ان المدير التقني هو اللي يتحمل المسؤولية، هو اللي يكتب البرنامج ماشي المدربين، هو اللي يختار المدربين اللي يساعدو، بس الا كانت الهزيمة هو اللي تيتحمل المسؤولية، ولا كانت ولا فاز بالبطولة هو اللي تيتحمل المسؤولية، ماشي فرق المكتب يفرض عليه المدربين. اما فيما يخص المدرسة ديال السباحة، فالنادي علق واحد الاعلان اللي بغى يكون مدرب في مدرسة السباحة. هذا اللعب اللي تيدركوا السبت بالغربال لانه بغى يدخلوا عائلة ديالهم ودايرين هذاك، لا، مرة تيعرفوا المدربين، تيعرفوهم كيعيطوا لهم، يكون تدريب بمراحل. والاساس انهم اللي يجي الاب يقيد الولد ديالو تيسولو هذاك في الاداره واش يعرف ولا ما تيعرفش، من بعد ان كل حصه يجمع لنا اللي ما تيعرفوش 24 ولد صغار يجمعو وتنفرقوهم على المدربين، لان كاين اربعه ديال اللي كل تيتعلمو فيهم المدربين، وهذيك المدرب تطلبو منو باش يعلمهم الباطمه ولا يعلمهم لي زابون، يتعلمو كيفاش يديرو يوقفو في الماء، كيديرو يتنفسو، كيديرو ينعتو.
من بعد تنزي وتقبضوا ديك الديرونية وتنعطوه لواحد اخر تعلمو الباتمون تعلمو لي زاتاك، من بعد تنزوهم وتعطوه لواحد اللي تعلمو المشاكل. وهنا يمكن نخرجو العوام قدر تعام نخرجو 21 ديال العوام. اما الا بقينا هكا راه حنايا كنضيع، راه ما غادي نديرو حتى شي حاجة فهمتني. ديال المدير التقني مثلا، ديال المدير التقني وما معترفش بالمدير التقني، لان ديال المدير التقني متفرض عليه المدربين. هاد المدربين اللي عند المدير التقني 20 سنه وما تيدربوا الفريق ما داروا حتى شي نتيجه، علاش ما يغيروش يجيبوا المدرب؟ المدير التقني راه تيعرف المدربين كوب، علاش ما يعيطوش يخاف من المكتب؟ السبب هو اللجنه الرياضيه، لان اللجنه الرياضيه مكونه من اعضاء المكتب، واعضاء المكتب حتى شي واحد ما سبق له تعطى العمر، فكيفاش غادي يمكنوا يشيروا كما عندنا في مدرسة السباحة، مدرسة السباحة راه خصها مدربين كوف، خصها اللي تيسير المسؤول عن مدرسة السباحة يكون هو بعد راسو تيعرف القواعد والأساليب وتيعرف المراحل ديال السباحة، ماشي تجيب لنا واحد يقول على الساعة ثلاثة ولا هذا هو السبب باش تراجعت السباحة. دابا الناس علاش ما كتقيد ولادها دابا؟ لما ما تيبغيش يقيدو ولادو، لأن الولد تيجلس عامين ثلاث سنين ما تيتعلمش، والمكتب ما بغى يدير والو، المكتب لأنه تيجيب لنا الناس لا علاقة لهم برياضة السباحة، واش اللي تيلعب الباسكت ولا تيلعب الفولي ولا تيجيبوه عندو مدرب، ما يمكنش، لأنه راه كل واحد عندو الإختصاص ديالو، كتخصني كل واحد راه تيكون عندو الإختصاص ديالو، باش مابقاوش نتلاعبو. حتى لينا غادي نبقاو هكا، وحنا غادي نبقاو كل عام نشرو هاد الصباح من الخارج، عرفتي شحال تيطلب لنا ما راه فوق من 20 مليون، هاد 20 مليون لا قبضناها وخدنا على السباحين المحليين ودرنا لهم التدارب ديالهم، بعد ما يكملوا التدارب نعطوهم واحد روبا باش يمكن المدرب يكتب برنامج على السباحين كاملين، غادي لابد اننا نخرجوا واحد اربعه ولا خمسه ديال العوام، دابا ما عندنا حتى شي عوام. والمكتب ما بغى يدير والو، اللجنة الرياضية ما بغات تدير والو، حتى لين غادي نبقاو هكا؟ راه سبق لي قلت لهم التسيير الإداري تيديرو نتوما، أما التسيير الرياضي خلوه لينا حنا، حنا اللي صحاب الميدان. يعني كاينة كفاءات اللي ممكن تنهض بالرياضة؟ طبيعة الحال كاينين كفاءات، كاينين، مثلا في الوطن البولو عندنا بالحسن محمد. كنتي في السباحة كاين عندنا مثلا حبيب المصطفى، عندنا بادو حسامير، مثلا عندنا الكحلي، كنتي كاينين شي وحدين، عندنا الكفاءات، وكاين بزاف كان لي بن حميد، ولكن هاد الناس هادو تيعيطو غير اللي بغاو هما، راه ما عمرنا نتقدمو في هاد الرياضة هادي، راه فرق كبير بين السبعينات والستينات والخمسينات لدابا. الذي مكناتي كان من أقوى فريق على الصعيد الوطني، كان معروف لا في تونس ولا في الجزائر ولا في جبلطار، حنا كانوا عندنا جميع الأرقام القياسية الفردية، فهمتي راه حنا كل خمس سنوات يزينا بطل، في بداية الستينات كان حميد بن هلال، وكان البرقي، كان طوفزي، من بعد منو جا حميد بن سمسي، جا خالد بن سمسي، جا حزاز الكبير. جاو بزاف ديال هذا، بعد منهم جا صاحب الارقام القياسيه المرحوم حسن الزاكي وعيوس رصيد وصدقي الحسان وميضان حميد وعزام العربي وعبد الحق بن هلال وعقيل عبد اللطيف، بعد منهم جا عبد الربي وجا اليابان وجا التصدمين، جا يوسف عبد الحي، جا زكي بجمال، جا الخطيب، جا الصرفي، جا زكي بجمال، جا البرقاوي، جا عيوس رصيد، كانوا بزاف ديال الابطال، هادو كلهم دازو ابطال في الدنيا، كلشي داز بطل، ولكن كان شكون كان عندهم؟ ما كان عندهم والو، ولكن كانوا عندهم مدربين كفر، كانت عندهم اللجنة الرياضية بمعنى اللجنة الرياضية. كانوا كلهم تيعرفوا رياضة السباحة، هاد اللجنة الرياضية حاليا حتى واحد فيهم تيعرف رياضة السباحة، ما تيعرفها حتى واحد، أعضاء المكتب براسو ما تيعرفوش الأبطال، ما تيعرف حتى واحد فيهم الأبطال، أنا نتحدى كاتب بالعام إلا قلنا الأبطال ديال الخمسينات والستينات والسبعينات نتحداه،
وتحدى رئيس اللجنه الرياضيه اللي قال لي الارقام القياسيه ديال الافضل اللي دوزو تحداه لان ما تيعرفوش كتب لعب ما تيعرفوش على ما غادي نتكلم واخا غادي نتكلم على مكتب ارادني على اعزه النادي ادله وما افضل غادي نتكلم على هذا المكتب اللي حارب الابطال من الخراب ومن الجمع العام ومن خدمتنا اليوم غادي نتكلم على هذا المكتب اللي هدو المعلمه التاريخيه غادي نتكلم على هذا المكتب هذا اللي غير الاسم غادي نتكلم على هذا المكتب هذا اللي ما تيعرفش الابطال على من غادي نتكلم يا اخي على من هذا المكتب هذا اللي خرجنا من الديور ديالنا خرجنا بغي يكون الكل في الكل انا كنت بعدا شي واحد من المكتب الاداري خصو نخدمو الاستقاله ديالو ونشوفو شي رياضه اخرى من غير السباحه لان لان خصو نعرفو راسو لان تيشيرو النادي بمفهوم التربوي ما تيشيروش واحد التجربه هذيك راه نادي فيه ابطال انا خصك انت مشي خصك تحترمني لحقاش انا البطل انا اللي جعلتك تكون في المكتب كون ما كنتش انا ما تكونش انت كتعرف اخ واحد القضيه في سنه 1971 1971 كانت البلديه بغات تحيد النادي بغات تردو المينيسيبال طلعنا حنا العوامه كاملين طلعنا البلديه ودخلنا عند الدكتور حالي رحمه الله كرئيس مجلس بلدي انا داك في ذاك الوقت فدخلنا عندو قلنا مالكو قلنا له سمعنا ان الكلوب ديالنا ان النادي ديالنا غادي تحيد يدخل المينيسيبال شنو قالنا مازال كنعقل عليا 1971 قالنا شيرو هذاك النادي مسبح المباريات ديال فريق النادي المكنسي خاص بالسباحين خاص بالابطال وتجي انت البارح عاديتي المكتب بغيتي تخرجني انا الاول